بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذه رسالة وصلتنا من أحمد مصطفى محمد عمر من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج، يعمل مزارع في العلا في المملكة. يقول في رسالته: والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته ولا يستطيع الوقوف، فهل في ذلك حرج؟ أفيدونا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح إلا به مع الاستطاعة، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث. فالواجب على المصلي في الفريضة أن صلي قائما، ما إذا لم يستطع ذلك لمرض فإنه يصلي على حسب حاله قاعدا أو على جنب، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدا لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه فإنه لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام، لأنه ركن من أركانها. نعم، بارك الله فيكم. في رسالته الثانية يقول: ما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جهرا دبر كل صلاة؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، مشروعة وفيها أجر عظيم، ولكن تخصيصها بوقت من الأوقات أو بكيفية من الكيفيات لا يجوز إلا بدليل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الفريضة بصوت جماعي كما يقول السائل، هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدون ارتباط بالآخرين وبدون تكوين صوت جماعي، فهذا من أفضل الأعمال، ولكن لا يلتزم هذا بعد كل صلاة أنه لم يرد، إنما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أما أن يلتزم بعد السلام هذا لا يجوز، لكن لو صلى عليه بعض الأحيان بدون ارتباط بجماعة وبدون كيفية خاصة كما ورد في السؤال فهذا لا بأس به. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة وصلتنا من الإخوة المستمعين عبد الله إسماعيل وآدم حسن ومهدي عبد القادر، بعثوا بهذه الرسالة يقولون: نحن من السودان ونعمل في العراق، وهناك من يقومون بطبخ الطعام لنا علما بأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي. ما رأي الشرع في نظركم في هذا الطعام الذي نتناوله عندما يطبخونه لنا؟ لا شك أن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار ومخالطتهم والأكل معهم واستعمالهم في أعماله الخاصة. يجب على المسلم أن يتجنب الكفار لأنهم أعداء لله ولرسوله، وفي مخالطتهم شر، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، لا يجوز للمسلم أن يثق بهم وأن يوليهم شؤونه الخاصة وأن يؤكلهم ويجالسهم
مطمئنا إليهم ومنشرحا صدره بهم ومستأنسا بهم لا يجوز للمسلم هذا، بل يجب عليه أن يفارقهم وأن يبعدهم عن أموره الخاصة لا في الطبخ ولا في غيره. أما أكل الطعام الذي طبخوه في حد ذاته فهو جائز إلا إذا وضعوا فيه مواد محرمة، إذا وضعوا فيه مواد محرمة كالخنزير ومشتقاته، كلحم الخنزير ومشتقاته، أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غير كتابيين، فذبائح غير أهل الكتاب محرمة وهي ميتة. فإذا وضعوا في الطعام شيئا من ذبائحهم المحرمة أو من لحم الخنزير ومشتقاته فإنه يحرم على المسلم أن يأكل ما طبخوه من الطعام. أما إذا خلى من هذه المحاذير فلا بأس أن يأكل المسلم من طعامهم وما طبخوه، ولكن كما ذكرنا يحرص على الابتعاد عنهم وتوليتهم شؤونه الخاصة. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الناصر عثمان محمود أبو سليم، جمهورية السودان. يقول في رسالته: دار نقاش بيني وبين زميل لي في المكتب حول وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا الشخص ينفي وجود الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنا أثبته بدليل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآية، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. المطلوب من فضيلتكم توضيح الصواب، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا يعتقده المسلمون وأتباع الرسل قديما وحديثا، فهو محل إجماع رسالات الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين أن الله جل وعلا في السماء. تضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة بما يزيد على 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء، وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وحديث الجارية الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعنى كونه في السماء، إذا أريد بالسماء العلو ففي للظرفية، وهو أن الله جل وعلا في العلو، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، عال على مخلوقاته، بائن من خلقه. وأما إذا أريد بالسماء سماء المبنية وهي السبع الطباق، فمعنى فيه هنا بمعنى على السماء، يعني على السماء، كما في قوله تعالى: سيروا في الأرض، يعني على الأرض، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وعلى كل حال، فالآيات المتضافرة والأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وأتباع الرسل على أن الله جل وعلا في السماء. أما من نفى ذلك من الجهمية وأفراحهم وتلاميذهم فإن هذا المذهب باطل وإلحاد في أسماء الله. الله جل وعلا يقول: إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله وصفاته جريمة عظيمة، وهذا الذي ينفي كون الله في السماء هذا يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب إجماع المسلمين. فإن كان عالما فإنه يكفر بذلك، أما إذا كان جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة جيم باء سين من عدن، جمهورية اليمن الديمقراطية. تقول في رسالتها: أنا إنسانة مريضة في ضيق في النفس، وقد أجهضت 2 من الأطفال حسب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية بحكم الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهضته 2، هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة؟ أفيدونا مأجورين. أولا، إجهاض الحمل لا يجوز، إذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه. ولا يعتمد في هذا على قول طبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل. وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، عملية ليست أمرا خطيرا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية، فهذا ليس عذرا لإسقاط الحمل.
هذا لو صح قول الطبيب، مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل. هذه أمور خطيرة يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب الحمل، تحمل وتجهض وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين. وأما ثانيا وهو ما سألت عن الكفارة، إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسا، فعليها الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكذلك إذا مضت له 4 أشهر، إذا كان عمر الحمل 4 أشهر، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا. فالأمر عظيم، لا يجوز التساهل في مثل هذا. وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما منع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها، تأخذ من الأدوية ما يؤخر عنها الحمل في فترة المرض قبل وجود الحمل. أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. تقول في رسالتها الثانية: قبل 2 سنين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم 7 أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكين، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك الأيام؟ أفيدونا مأجورين. نعم، يجب عليك القضاء مع الإطعام. إذا كان إفطارك من أجل الحمل فعليك أمران: الإطعام والقضاء. الإطعام حصل وأديتيه، بقي القضاء. أما إذا كان إفطارك من أجل صحتك أنت فإن عليك القضاء فقط بدون إطعام. أما أن يسقط القضاء كما ذكرت فهذا غير صحيح، وهو مذهب مردود، وإن روي عن ابن عباس أو عن ابن عمر فهو قول مرجوح، فيجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا القضاء بكل حال. أما الإطعام هذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان الإفطار من أجل الحمل فقط فعليها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين، وإن كان الإفطار من أجل صحة الحامل فإن عليها القضاء فقط. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع مختار محمود وزيري، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: نحن جماعة في قرية الصعيد، ويوجد في هذه القرية الكثير من الجزارين، وهم يدينون بالديانة المسيحية، ونحن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا، هل هذا حرام فضيلة الشيخ؟ أفيدونا بذلك. هذا ليس بحرام، ذبائح هذا الكتاب مباحة، بدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم هنا ذبائحهم. الله أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية. أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي والخنق أو الوقذ أو ما أشبه ذلك، إنها لا تؤكل ذبائحهم، كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء. المسلم إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية لا تؤكل ذبيحته، كذلك الكتاب من باب أولى، إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية إنها لا تؤكل ذبيحته، أما إذا ذكى على الطريقة الشرعية فإن ذبيحتهم حلال. نعم. في رسالة الثانية يقول أيضا: نحن في الصعيد إذا مرض لنا طفل أو بهيمة نذهب للشيخ ويكتب لنا ورقة نحرقها ثم نتبخر بها، أو نقوم بشربها، أو نعلقها على رقبة المريض أو البهيمة، ما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الورقة لا ندري ماذا كتب فيها، ربما يكون قد كتب فيها الشرك والكفر بالله عز وجل من هؤلاء المشعوذين. فعلى كل حال يجب عليكم تجنب مثل هذا الشيء، وعليكم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فيجب على المسلم
أن يعتمد على الله في طلب الشفاء للدعاء والعبادة، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الشفاء والعافية. أما الذهاب إلى المخرفين والمشعوذين وأخذ الأوراق منهم وإحراقها واستنشاقها وما أشبه ذلك، فهذا من تلاعب الشيطان، فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا. وعليكم أيضا بالأخذ بما أباح الله من الأدوية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعليكم بتعاطي الأدوية المباحة والعلاج بالطب المباح. أما التعالج بالشعوذة والخرافات هذا لا يجوز للمسلم. نعم، بارك الله فيكم. في رسالته الأخيرة يقول: إذا مات أحد عندنا نأتي بالخطيب يقرأ القرآن لمدة 5 أيام، وبعدها نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس، وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها، ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ هذا ليس عادة وإنما هو بدعة، فاستئجار المقري 5 أيام يقرأ بعد وفاة المريض هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وديننا الحنيف وشرعنا المطهر بين لنا ما يعمل بالميت. الميت يجهز بالتغسيل والتكفين ويصلى عليه ويدفن ويدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه ويضحى عنه في وقت الأضحية، هذا ما يشرع في حق الميت. أما أن نستأجر قارئا يقرأ القرآن أياما معينة ونذبح ذبيحة في ختامها، كل هذا من الآثار والأغلال ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحي ولا الميت، وإنما هي من الأعمال الضارة والأعمال البدعية. وأي أجر يأتي من قراءة مستأجر؟ لأن هذا القارئ لا يقرأ طمعا في ثواب القراءة، وإنما يطمع يقرأ طمعا في الأجر الذي يدفع له، الأجر العاجل. والعبادات لا يؤخذ عليها أجور، قراءة القرآن من أعظم العبادات إذا كان قصد القارئ لذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد طمع الدنيا بقراءته فإن عمله هذا باطل ولا ثواب له. فأي شيء يحصل للميت من الأجر والقارئ ليس له لذلك أجر بسبب أنه يقرأ لأجل طمع الدنيا، هذا كله من البدع والخرافات ومن إضاعة المال بالباطل. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من إبراهيم عبد الموجود النجمي، جمهورية مصر العربية. في رسالته يقول: بعض الناس عند بداية الصلاة يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا علي لله العظيم، ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟ أولا قوله عبد الموجود، نعم، هذه التسمية غير صحيحة وليس من أسماء الله عز وجل الموجود، وأسماء الله عز وجل توقيفية بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بين شيئا منها، وله أسماء استأثر سبحانه وتعالى بعلمها وليس منها الموجود. كلمة الموجود هذه ليست من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز التسمي بذلك، تسمية الأولاد بذلك، أن يتنبه لهذا. وأما ما سأل عنه من أن بعض المصلين يتلفظ بالنية قبل الصلاة ويقول نويت أن أصلي كذا وأصلي كذا، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه الراشدين ولا عن القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة أو غيرها من العبادات نويت كذا وكذا، وإنما ينوون بقلوبهم، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذا من البدع التي لا يجوز عملها والاستمرار عليها، بل على المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ في ذلك، لأن التلفظ بالنية من البدع المحدثة. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه يرى هذا، هذا لم يثبت عن الشافعي، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال: الصلاة ليست كغيرها، الصلاة تبدأ بالذكر، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام، وليس معناه أنه أنها تبدأ بالتلفظ بالنية، هذا لم يريده الشافعي رحمه الله. نعم، بارك الله فيكم. في السؤال الثاني يقول: ما حكم الشرع في نظركم بالاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟ الاحتفال بالمواليد سواء مواليد الأنبياء أو مواليد العلماء أو مواليد الأشخاص، كل هذا من البدع
التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأعظم مولود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم ولا عن القرون المفضلة أنهم قاموا احتفالا بمناسبة مولده، وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال الذين قلدوا النصارى احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، والنصارى مبتدعة لهذا. المسيح عليه السلام لم يشرع لهم الاحتفال بمولده، وإنما هم ابتدعوه، فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة احتفلوا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا، لأن الأنبياء لم يشرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما شرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم فيما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشروع. أما هذه الاحتفالات بالمواليد هذه كلها من إضاعة الوقت ومن إضاعة المال ومن إحياء البدع وصرف الناس عن السنن، والله المستعان. أيها الإخوة والأخوات، كان بصحبتكم الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الذي أجاب على ما وردنا من أسئلة واستفسارات في هذا اليوم. نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحيدان، والسلام عليكم ورحمة